قتل 29 سائحا ألمانيا في حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم في أنحاء جزيرة ماديرا البرتغالية. وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت مرات عدة قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر. وقال رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن 18 امرأة و11 رجلا قتلوا وجرح 21 آخرون. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني: أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة المأساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أبلغت جميعهم من الألمان.